انا ماليش اي دور خالص في الحركه، انا ادعيت زي بقية الناس ما ادعت عشان احضر التدشين. وجهة نظري انه هو ده الشغل اللي هيكمل وهيعمل حاجة للبلد بجد، مش الـ يعني التمثيليات اللي بتتعمل من خلال الحكومة ولا اي حد يعني. احنا مكملين زي ما احنا يعني، مهما اتقال ومهما اتعمل ومهما الفلول ولا العسكر ولا الاخوان حاولوا ان هم يشوهوا شكلنا ويقولوا يا نرجية وبتاع والكلام الفارغ ده، لا لا احنا مكملين زي ما احنا يعني.